وأهلا وسهلا فيكم من جديد ومستمرين معكم في يوم جديد. وكما تحدثنا عن المشاعر، كيف منعبر عن مشاعرنا؟ التعبير الصحيح عن المشاعر كمان مش كل ما إشي بتحس فيه أنت لازم تحكيه على فكرة. فضبط المشاعر وكيفية التعبير عنها رح نتعرف بشكل مفصل مع أخصائية العلاج السلوكي غدير ملحس، ونتعرف كيف نحن نربي أولادنا كمان انهم يعبروا عن مشاعرهم. صباح الخير غدير، اهلا وسهلا فيكي. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير غدير، صباح الورد، اهلا وسهلا. اهلا فيكم. يعني غدير، المشاعر يعني هي كلمه ممكن الناس تشوفها بسيطه ولكن ممكن تسبب لي مشاكل بحياتي. صح. فايش هي المشاعر؟ هلا اول شيء بدنا نعرف المشاعر من وين بتيجي اساسا. أوكي. هلا المشاعر بتيجي من دماغنا واحنا فعليا نشعر فيها بجسدنا. ومشاعرنا بتتأثر بأكثر من عوامل، تتأثر بأفكارنا، بتتأثر بطريقة تربية أهلنا إلنا، بمعتقداتنا، بتقاليدنا. فهلأ مفهوم التعبير عن المشاعر بشكل عام هو عبارة عن إنه أنا كيف أعبر عن شو بحس وشو بشعر بطريقتين، بطريقة أول إشي ممكن لفظيا يعني عن طريق الكلام، وبالطريقة الجسدية اللي هي لغة الجسد أو تعبيرات الوجه بشكل عام. كمان التعبير عن المشاعر هي عبارة عن طريقة التواصل مع الآخرين، يعني إذا أنا بقدر أعبر عن مشاعري رح أقدر أتواصل مع الآخرين. طيب غدير، لما نحكي عن المشاعر والتعبير عن المشاعر، قديش مهم اليوم أنا أقدر أعبر عن مشاعري، أو قديش مهم اليوم أنا أعبر عن جواتي لأي بأي ظرف أو بأي مناسبة أني أقدر أعبر عن مشاعري اليوم؟ قديش هذا الشيء مهم، وقديش مهم للصحة أيضا؟ صحيح. هلا اول شيء اهم شيء زي ما قلنا التواصل، يعني اذا انا انسان مثلا غامض او بكبت مشاعري كيف انا بدي اقدر اتواصل مع الاخرين، يعني كيف الاخرين بدها تتقبلني وانا كيف بدي اتقبل الاخرين. تنين، لما تكون انت قادر تعبر عن مشاعرك رح يكون عندك قوه وسيطره، يعني اذا انا انسان دائما بعبر عن مشاعري رح اقدر اكون قوي مسيطر، ححس براحه، ححس بامان، كمان ححس اني دائما حوالي الناس عم بيدعموني، عم بحس انا انه انا بقدر أواجه الأمور بطريقة إيجابية أكثر. كمان لما أعبر عن مشاعري بصير الشخص أكثر يعرف مثلا يخوض تجارب جديدة، يعني بيكون يعرف شو بده. يعني أنا لما أعبر عن مشاعري معناته أنا عارف شو بحب، أنا بعرف شو بكره، فبصير علي سهل أني أحدد أهداف بحياتي. بصير مثلا الناس بتقولك أنا فقدت الشغف بشكل عام. طيب ما أنت عارف شو بتحب، أنت عارف شو بتكره عشان أنت تعرف شو الشغف اللي انت يعني بدك اياه. فلما تعبر عن مشاعرك بيكون اسهل لك اختيار الاشياء اللي بتحبها واتخاذ القرارات بحياتك. طب كيف بدي اعبر عن مشاعري؟ يعني في بعض الاشخاص الناس ما بتعرف تعبر عن مشاعرها. في ناس بيقول لك كل ما انا ما بينت مشاعري كل ما كنت انا اقوى، الناس ما بتعرف نقاط ضعفي. مع اني انا من الاشخاص بشوف لا، بدالك انت بتعبر عن مشاعرك تقدر تسيطر على الناس اللي حواليك. صحيح. هلا قبل ما اعبر او طريقه التعبير لازم اعرف شو هي المراحل التعبير عن المشاعر. يعني انا بيني وبين حالي بدي احدد شو الشعور اللي انا بحس فيه، يعني اعرف انا شو عم بحس. تنين، بدي اعرف شو اسباب الشعور. يعني معظمنا ممكن نتهم او نجلد حالنا، نصير نحكي عن حالنا والله انا نكد، والله انا دائما عصبي. طب انت عارف شو السبب اللي وصلك لهذا الشعور؟ يمكن في إشي عم بصير معك او ظروف في حياتك خلتك تحس بهذا الشعور. صح. ثالث إشي، بدي أختار الطريقة اللي أعبر فيها عن مشاعري. يعني هل أنا بدي أعبر في الكلام؟ هل أنا بدي أعبر بلغة الجسد مثلاً؟ ورابع إشي، بدي أختار الشخص الصح اللي أعبر له عن مشاعري. هاي بتفق معك فيها. يعني مرات منعبر مثلاً لشخص حساس، منعبر لشخص نرجسي، ممكن عبر لشخص أصلاً ممكن ما يعني ردة فعله تكون سلبية، فبروح أنا بعمم وبفكر إنه لا بديش أعبر عن مشاعري، يمكن هذا الإشي رح يأذيني وبس حسيب بخيبات الأمل. فاختار شخص تقدر تعبر لمشاعرك عنه. طيب غدير، يعني كثير من الأشخاص بيعتبروا إنه التعبير عن مشاكل عن المشاعر عفوا هي مشكلة وممكن تكون ضعف في بعض الأوقات، لكن احنا كيف ممكن نقنع هؤلاء الأشخاص إنه اليوم لا، عبر عن مشاعرك، فأنت اليوم قوي، اليوم انت قدرت تواجه الظروف شو ما كانت حلوه او مش حلوه، يعني بغض النظر شو كانت المشاعر، لكن انا كيف بقدر اقنع هؤلاء الاشخاص انه التعبير عن المشاعر هو صح مش خطا؟ هلا اهم شيء اعرف كيف اعبر عن مشاعري. يعني انا مش معقول برضه يعني اعبر بطريقه يعني عشوائيه عن مشاعري، لازم في طرق معينه لازم استخدمها عشان اعبر عن مشاعري. يعني بده يكون في توازن لما أعبر عن مشاعري، يعني أنا ما بصير أبالغ في مشاعري ولا أقلل من مشاعري حسب الموقف. تاني إشي دائما أعرفه إنه كبت المشاعر هو يعني
جزء كبير من المشاكل النفسية. يعني أنا بالعيادة صراحة أنا معظم حلول المشاكل أو الاضطرابات السلوكية عندي بتكون عن طريق أنك أنت تعبر عن مشاعرك، فهو بحد أو عندنا وقاية من المشاكل النفسية. المواقع التواصل الاجتماعي صارت مليئة بالفيديوهات التحفيزية وأنه كيف تعبر عن مشاعرك، وإذا بدك مثلا تحديدا مثلا ببعض العلاقات لا ما تعبريش ما تحكيش يعني، أو ما تعبرش ما تحكيش، تجاهله أو تجاهلها ما تحكيش معها. اليوم نحن كيف بدنا نشبع مشاعرنا كمان؟ لأنه أنت إذا عندك نقص ما بتقدر تعطي هذه المشاعر، وبتبلش هذا الإشي من عند الأطفال. يعني الأم تعطي هذه المشاعر للطفل حتى الطفل يرد لها إياها. في بعض الأحيان ممكن يعطي المشاعر لشخص بس شخص ثاني ما يقدر يعطي، يقول لك ما أعطاني هذه المشاعر. فكيف بدنا نبلش مع أبنائنا حتى لما نكبر نقدر نعطي هذه المشاعر لشريك أو شريكة الحياة؟ هلأ زي ما حكيت لك لازم مثلا نعلم أطفالنا على الطريقة الصحية للتعبير. إيش هي الطريقة الصحية؟ الطريقة الصحية زي ما قلت لك إنه مثلا أقول لابني قبل ما يعبر عن مشاعره بطريقة عشوائية إنه أنت شو حاسس؟ أنت شو في جواتك؟ يعني عبر لي بين أنت احكي مع حالك أنت شو اللي حاسة جواتك. بعدين منحكي له أنه ما بيصير مثلا تحكي مشاعرك أو تعبر عن مشاعرك لمين مكان، مثلا تعال إلي لماما، تعال لبابا، تعال مثلا للمعلمة تبعتك. فخليه يتعلم أول الطفل، خلينا نقول معانا كأهل. يعني عشان هيك بنقول لازم الأهل يتواصلوا مع أولادهم ويحكوا معهم. عشان أول إشي تكون التجربة الأساسية مع الأهل، يعني حتكون هو الطفل بيعممها بشكل عام مع الآخرين. طيب غدير، يعني هل يوجد ميزان معين للتعبير عن المشاعر؟ هل يوجد اليوم يعني مستوى معين للتعبير عن المشاعر؟ هلأ زي ما حكيت لك لازم يكون بصراحة في ناس احنا بنقول عنهم كاتي دراما، يعني دراما كوين، سواء بزعل او بفرح، يعني بتحسي انه في يعني شويه يعني مبالغة بالمشاعر. لكن اليوم في ميزان لازم يكون للمشاعر. صحيح. على اي اساس ممكن اختار الميزان الصحيح للتعبير عن المشاعر؟ حسب الموقف. يعني انا بدي احدد الموقف او الشخص اللي قدامي. يعني انا مثلا الموقف اللي فعلا انا اللي عم بعمله اللي عم بعبر فيه عن مشاعري بحاجة لهالمبالغة، ولا هو يعني انا لازم اكون مباشرة احدد مشاعري الاولية. في عندنا مشاعر اساسية وفي عندنا مشاعر ثانوية. نعم، فرعية. ثانوية. الاساسية هي اللي بتظهر، خلينا نقول اللي هي اول ما مثلا عصبت، اول ما عصب ببلش يبين علي، بأشر، بعصب. هلا في فرعية يمكن بعد ساعة ساعتين اهدى، يصير عندي احباط، يمكن يصير عندي لا ندم. فأنا لازم أحدد شو مشاعري. يعني لازم زي ما حكت نعلم أولادنا إنه لازم يحددوا مشاعرهم، يعني ما يكونوا متخبطين في التعبير عن المشاعر. نعم نعم. قديش اليوم مهم نحن كمان نعرف إنه نعطي هاي المشاعر للأشخاص الذين يستحقونها. يعني في ناس أنت بتعطي هذه المشاعر هو ما بيستحقها، فلما ما يكون يستحقها في هناك خيبات أمل وخيبة بتصيب هذا الشخص، فبعدين ما بيقدر يعطي هاي المشاعر مرة تانية. فكيف بدنا نتعامل مع هاي الحالات؟ هلأ زي ما حكيت لك لازم نختار الشخص الصحيح اللي بنعبر عن مشاعر. طب احنا صار معنا هاي الصدمة، كيف شو بدنا نسوي؟ هلأ ما عمنا نعمم، في إشي اسمه تشوهات فكرية. احنا منصير نعمم الأمور اللي بتصير معنا. يعني إذا مثلا أنا فشلت في امتحان معناته أنا فاشل، إذا أنا فشلت في علاقة معناته أنا عمري ما رح أفوت علاقة. هلأ زي ما قلت لك التعبير عن المشاعر للأشخاص الصحيحة بتعطي قوة. فبصفي أنا لو واجهت مشاعر سلبية مع أشخاص ثانيين، حل المشاكل بالنسبة لي بتصير أسلس وأسهل. يعني المهم ما أكبت، هو أهم إشي ما تكبت مشاكل بشكل أو بآخر. يعني بختار شخص مناسب بحياتك وفضفض له. من الأشخاص اللي خلص فضفضي لي ما عليك. لا بخاف فضفضوا لي إلي. طيب يعني إحنا اليوم نحكي عن المشاعر، لكن في أوقات معينة ممكن أعبر عن مشاعري فيها لشخص أو بأي ظرف، لكن يوم كيف بقدر أقيم الوقت المناسب إني أعبر عن مشاعري؟ يعني متى أقدر أختار؟ شو هل يوجد معايير معينة إني أقدر أعبر عن مشاعري بهاي اللحظة مثلا، ولا ممكن أجل هاي المشاعر سواء كانت فرح أم حزن؟ هلأ منطقيا أكيد مش رح أجي أعبر لشخص زعلان، أعبر لشخص مثلا معصب، أو أنا معصبة وهو معصب بهاي اللحظة. يعني في مشاعر معينة بدنا زي ما قلنا ميزان. يعني حتى في طريقة إنه الصحية زي ما قلت لك، إنه أنا في طرق على فكرة مختلفة للتعبير عن المشاعر، مش بس بالحكي ولا حتى بالبادي لانجوج. ممكن مثلا أرسل رسالة، أكتب، ممكن أرسل شعر،
ممكن أسرد المشاعر عن طريق قصة، مش كل الناس بتقدر تتقبل المشاعر بطريقة نعم. فممكن أستخدم طريقة تناسب الشخص هذا تكون أسلس معي. يعني موضوع المشاعر موضوع يعني بيختلف من شخص لآخر، بيختلف من مكان لآخر، من ثقافة إلى أخرى، ولكن اليوم نحن شو دورنا حتى نعزز فكرة المشاعر ونغير الفكرة النمطية السائدة عند الناس؟ هلأ زي ما حكيت لك تنشئة الأهل. يعني أنا طب الواحد كبر كيف بده يعني بدك تغيري تجارب، ما أنا قلت لك أول المقابلة قلت لك إنه إحنا بنتأثر في التجارب اللي بتحصل والخبرات، ما إحنا كيف بنتعلم يعني في بعض التجارب. الأشخاص معلش غدير، يعني في بعض الأشخاص بيكون ما عنده هذه القدرة على صحيح. التعبير بروح عند أخصائي نفسي حتى يقدر يطلع هذه المشاعر، وبصير الأخصائي النفسي يعلمه كيف يعبر عن حاله. في بعض الأشخاص لما تتوتر مثلا بتهز إجرة، في بعض الأشخاص أنا من الأشخاص بهز إجري بس أنا مش لأني متوترة، هي عادة. ففي بعض الإسقاطات تسقط على الشخص لأنه والله متوتر أو خايف، لا في بعض عادة. فاليوم إحنا كيف بدنا نخلي ثقافة إنه لا تروح أخصائي نفسي إذا أنت بحاجة إلى مساعدة، خذ حدا معك وإلى آخره، هاي كيف نغير هالصورة النمطية؟ هلا أول إشي بدنا نعرف إنه فيش حدا كامل طبعاً، يعني غير رب العالمين. فإذا أنا بدي أضل أدقق على كل إشي أنا كشخص أو أخاف إني أواجه مشاكلي أو إني مثلاً أعترف إني أنا بحاجة أروح دكتور نفسي، حضلني في أو أخصائي نفسي، حضلني أنا في نفس الوتيرة وحضل في نفس المشكلة. فأنا بس بدي أشجع الكل إنه موضوع الأخصائي السلوكي أو الأخصائي النفسي هو أكتر فضفضة مرات، يعني أنا مرات لما يجي حدا عندي بيفضفض أكتر ما إنه بده علاج، يعني بيكون بس بحاجة للفضفضة. فهو الموضوع أسهل ما أو أبسط من إحنا ما مفكرينه. يعني غدير بصراحة موضوع جميل وكلام جميل، و بعض الاستفسارات اللي استفسرناها أنا وكاتي أكيد على لسان كل واحد الآن بيشوفنا بهذه الأسئلة. يعني أخيرا سريعا وإذا سمحتي لي اليوم، يعني أضرار عدم التعبير عن المشاعر بدقيقة إذا سمحتي. هلا أضرارها إنه أول إشي كبت المشاعر مثل ما بتقول بتتفجر، يعني بصفي أنا بتصير عندي المشاعر مبالغ فيها. هاي أول ضرر. تاني إشي ممكن تؤدي للقلق، ممكن تؤدي للاكتئاب، ممكن تؤدي للتوتر. وثالث إشي ممكن إنه الإنسان يصير بشكل عام منعزل، بصير عنده انعزال اجتماعي. نعم. احنا بدنا نشكرك غدير ملحس. العفو، أهلا وسهلا. شكرا لك وشرفتينا في هذا الصباح الجميل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.